يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن العلم يؤخذ من أماكنه الخاصة المعروفة كالمدارس والجامعات ولا يؤخذ من رحلات السفر، ثم ذكرتم أن العلماء كانوا يسافرون لطلب العلم، كيف نجمع حيث هذا قد أشكل علي وجزاكم الله خير؟ في فرق بين السفرين، العلماء يسافرون لطلب العلم ليلتقوا بالعلماء، أما السفر الذي نعنيه الآن الرحلات اللي يسمونها رحلات دعوية أو ما أشبه ذلك، وينفرد بهم أصحاب الأفكار المنحرفة في هذه الأسفار أو في هذه الرحلات اللي يعزلوهم عن المجتمع ويلقنوهم في أثناء هذه الأسفار، هذا الذي نقصد. الأسفار المشبوهة